بعد أن تسببت جائحة كوفيد-19 في حرمان دبي من الزوار وعشاق الطبيعة، فتحت دبي ذراعيها مجدداً لمرتادي الشواطئ ومراكز التسوق على اختلاف فئاتهم العمرية، ودعت المرتادين من المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة ومراعاة كافة الإرشادات التي تم تعميمها في المواقع لضمان سلامة وأمان المجتمع. وكانت الشواطئ الخاصة الملحقة بالفنادق قد أعيد افتتاحها مسبقاً ضمن إجراءات محددة، كما أصبح بالإمكان الاستمتاع بالرياضات والأنشطة المائية التفاعلية وكذلك الحدائق المائية، علاوة على فتح مناطق الرياضة والألعاب للأطفال في الحدائق والشواطئ العامة مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية. وشهدت مراكز التسوق في دبي حركة نشطة من قبل العائلات بعد قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في الإمارة السماح لها باستقبال الزوار والمتسوقين من كل الفئات بمن فيهم الأطفال وكبار السن. وتوافد المتسوقين والزوار على مراكز التسوق في دبي لشراء احتياجاتهم، فيما سهل السماح بدخول الأطفال إلى مراكز عملية التسوق، حيث لوحظ وجود المتسوقين على شكل مجموعات عائلات في أغلب الأحيان. والتزمت المراكز التجارية بكل الاشتراطات التي أقرتها الجهات الحكومية في دبي، كما ألزم المتسوقون بارتداء الكمامات والقفازات وإجراء الفحوص الحرارية قبل الدخول إلى مراكز التسوق، وتم وضع الملصقات الإرشادية والصحية اللازمة.